سعاد الغزلاني عن جمعية هاندي مغرب. نتكلمي لنا على المشروع ديالكم أو للعمل ديالكم. المشروع ديالنا هو بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. هو واحد الموقع إلكتروني اللي كنجمعوا فيه معلومات على الأماكن اللي هي ولوجة بمعنى ميسرة، يقدروا الأشخاص في وضعية إعاقة، الناس المسنين، نساء حوامل، أي شخص عنده صعوبات في التنقل، ومشي غير التنقل بل أيضا السمعي البصري، يقدر أنه يدخل هذا المكان هذا بكل حرية. وهذه الولوجيات هي كتبدأ من الباركينج الى الولوج، كاين لاسانسور، كاين ليغي الشبابيك ايضا كتكون ولوجه كتكون حاضره. فتنتكلموا على الولوج المكان وايضا الولوج للخدمه والولوج للمعلومه. يعني كيفاش جاتكم هذه الفكره باش تخدموا على هذه النقطه تحديدا؟ الحاجه ام الاختراع. احنا كاشخاص في وضعيه اعاقه عندنا مجموعه من الحاجيات اللي كنمشيو لاماكن سواء اداريه او سياحيه او ترفيهيه كنلقاو صعوبات اننا ندخلوا لهذه الاماكن هذه. فاليوم المغرب كشريك حضاري وفي اطار التطور والنمو اللي كتعرفوا البلاد ديالنا عقد او اصنع على عده اتفاقيات دوليه اللي كتعطي الحق لجميع الاشخاص بما فيهم الاشخاص في وضعيه اعاقه انهم يكون عندهم ولوج لجميع الاماكن سواء اداريه سواء ترفيهيه كما قلت سواء رياضيه. فمن هنا احنا شفنا بان مجموعه من الشركاء داروا مبادرات أنهم يجعلوا الأماكن ديالهم ميسرة سهلة الولوج، ولكن الإشكال هو الفهم ديال هاد الولوجيات. بزاف تيسحب ليه بانه الا دار اون غومب ولا الا دار واحد المنحدر راه صافي المكان ديالو ولوج. الوغ كلا، انا ملي كندخل المكان راه ماشي غير بغيت ندخل وصافي، راه بغيت ندخل لان عندي فيه عندي فيه حاجه، عندي خدمه بغيتها، عندي مطعم بغيت نجلس ناكل فيه، عندي يعني ماشي فقط انني ندخل ولكن انني ندخل ونستافد من الخدمات اللي كاينه في هذاك المكان. فاحنا الدور ديالنا هو التحسيس و و و, 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 و اعطاء المعلومه للناس اللي هما ما عندهمش هذه المعلومات هذه او عندهم سوء فهم في هذه المعلومات. فكيجي الشخص كينخرط في الابليكاسيون ديالنا كيتكلم فيها تيقول انا عندي 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 عندي، حنا تنبعثوا سفير من عندنا كنسميهم السفراء كيمشي وتيشوف واش فعلا هذه المعايير مطابقه لداك الشيء اللي جا في الاتفاقيات الدوليه واللي جا في القانون ديال الولوجيات اللي صدق عليه المغرب. إلا كان كذلك كتعطاه واحد العلامة ديال أنه راه مكان ولوج، إلا ما كانش كنحاولوا حنا أننا نوجهوهم ونعطوهم المعلومات الصحيحة ونصححوا معاهم هاد الخدمات هادي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.